مستشفى ايه؟ مستشفى الشيخ زايد تخصصي اللي في اكتوبر، عملنا لها قرار هناك وعملت العمليه، عملنا نفقة الدولة تخصصي في اكتوبر. عملتوا قرار عن قرار على نفقة الدولة وعملت العملية هناك. وبعدين؟ نعم؟ وبعدين ايه اللي حصل؟ بس بعد كده كانت قاعدة في الكرسي ده وجات لها زي غيبوبة سكر، فوقعت وقعة بسيطة خالص يعني ما تستاهلش، راحت الفخذة هنا اتكسرت. وبعدين؟ بعد العملية على طول. بعد العملية لا ده ما كان معدى عليه نوبه العيد الصغير بس نوبه، وبعد كده راحت قاعده الفخده اتخذ النهارده 3 شهور عظمه الفخده. الفخده خدناها وديناها مستشفى الساحل، راحت مستشفى الساحل ما رضيتش، قالت احنا ما عندناش الامكانيات للعمليه دي. مستشفى الساحل اللي هي فين؟ اللي هي في امبابه. راحوا مشونا، جينا بعد كده رحنا مستشفى العجوزه. العجوزه قالوا لنا 10,000، حطي 5 دلوقتي و5 بعد العمليه. قلنا لهم طب احنا معناش، احنا عايزين نعمل قرار. قالوا لي لا خدي الحاله وبعملي قرار. قلت لهم طب الحاله تعبانه، قالوا لي لا. خدناها ورحت بيها على عجوزه، العجوزه قالت نفس الكلام، ومستشفى الهلال قالت 20,000، وما رضوش برضه يقبلوا الحاله وهي على الوضع ده، وكنا جايبين على اسعاف واتبهدلنا بيها، ما رضوش يقبلوها الهلال. جيت لما عملت القرار قعدت 15 يوم هنا في السرير لما جت لها قرحه الفراش. عملت القرار مستشفى ايه؟ عملنا قرار لمستشفى الهلال لما جات لها قرحة الفراش مع رميتها على السرير. طردوني ما رضوش، راحوا ما طردوها في الاول، ما كانش القلب تعب يعني، هي كان قلبها كويس. لما طردوها عايزين 20,000 طبعا، اترمت هنا 15 يوم. طب وبعد ما مش هو المفروض طلع القرار خلاص؟ طلع قرار وديتها قبلوها ماشي. بس قالوا هم ايه اهملوا فيها شويه، ما كانش في اعتنا خالص، ما فيش دكتور بيجي يبص عليها، ما كانش في حد خالص، حتى الممرضين حتى اللي هم المؤاخذه اللي بينصحوا ما كانوش برضو يغيروا لها الملايه الا بال 10 جنيه. كان اهمال والصراصير، وكانت ماشيه على رجليها. ونزلت للمدير مدير المستشفى وقلت له الحاله فاطمه حسين ما حدش بيسال فيها ولا دكتور ولا حد، برضه قال لي ماشي يا ماما بتاع ما حدش سال. لغايه لما رجعت دم سابوها، لغايه لما الساعه من 8 من 6 الصبح 8 بالليل كانت بتموت خالص، حتى التنفس مش عايزين يدوها. لغايه لما رجعت دم، لما شافوا ترجيع الدم بعينيهم راحوا ودخلوها الرعايه في الهلال. دخلت الرعايه قعدت بالظبط حوالي اسبوع، في الاخر قالوا لنا يا ماما هتخش العمليات خلاص بكره. فرحنا وقلنا خلاص هتخش العمليات. دخلت العمليات ما فيش ساعه بالظبط راحوا نضعوا على عليها، قالوا مين طبعا فاطمه حسين، قلت لهم انا. قالوا لي الحاله مش هتعمل عمليه. طب ليه؟ قالوا لي لان حالتها الصحيه ما تسمحش، قلبها تعبان. طب هي كانت داخله لكم قلبها مش تعبان، قلبها كان كويس مع الاهمال اللي انتوا عملتوه فيها. طلبوا مني دكتور قرحة فراش، قالوا لي احنا ما عندناش هنا دكاترة جلدية. قلت لهم حاضر. جبت دكتور بص خد 200 جنيه ومشي، كتب لي على علاج برضه غالي جبته لها. راح قالوا لي عايزين دكتور برضه قلب، عايزين دكتور مش عارف مخ واعصاب. طلبوا مني دكاترة الدنيا. طب انتوا مش مستشفى؟ قالوا لنا لا احنا عظام مالناش دعوه، تجيب انت دكاتره من بره. في الهلال ده في الهلال ده كله، وكانت المعامله وحشه خالص خالص. جيت المهم لما طلعوها من العمليات قالك مالهاش عمليه، حطوا لها الحديده دي اللي في رجليها دي، وقالوا لنا دي عباره عن شده تسند العظم، ولغايه لما تعمل العمليه. طب هتعملها امتى؟ قالوا لها هي مالهاش عمليات عندنا، هي تمشي. حتى ما رضوش يدونا ورق يثبت ان هي كانت عندهم، يعني المفروض يدونا ورق المدوسيه بتاعها ولا ورق، مشونا كاننا ناس ما مش عارفه اوصف لك. حتى شالوا منها الكلنه، شالوا منها التنفس، شالوا منها كل اللي كانت يعني عايشه عليه شالوه، وقالوا لنا لا هي تمشي من هنا. طب يا دكتور ازاي تمشي على الحاله دي؟ قال لي مالناش فيه. طب يا دكتور رجليها فيها صديد؟ يقول لي ماليش دعوه، هي تمشي مكتوب لها خروج مالهاش علاج. وانت عامله ايه دلوقتي؟ طب كلميني شويه. تعبانه مش قادرة اقعد كده، حتى اشيل المسمار تعبان وعايزه امشي. مش حلوتي خالص يا بنتي، محدش شايفني. انا قريتها يا بنتي بتسلم ليل ونهار، ما بتخش الحمام، ما بتتحركش خالص، حالتها تصعب. احنا جيراننا قلبنا وجبت لها دكتور في البيت قال لي ده ممكن يحصل بدري كده، بدري في رجليها. كلمي بنتك يا سيدي كلميها. وهي تعبانه ولا مستشفى عايزه تقبلها، انا رحت لدكتور خاص حجزت لها كشف ب 300 جنيه عشان كلمتين بس. قال لنا ايه تعمل العمليه عندي هنا؟ قلت له ماشي تكلف كام؟ قال لي 30,000 جنيه. قلت له طب يا دكتور شوف اي مستشفى اعمل لك قرار. قال لي لا يا ماما انا ما بعملش مستشفيات حكومه، على طول كده انا بعمل في المستشفى بتاعتي 30,000. طب ايه الحل؟ نعمل ايه؟ قلت لهم يعني الغلبان يموت؟ قال لي هو كده.
اللي معاه فلوس يتعالج، اللي معهوش ما يتعالجش، نفس الكلمه دي. وفي العجوزه قالوا لنا نفس الكلمه دي. والمدير لما انا اشتكيت ورحت اسم الاسبكيه عشان اشتكيت ومعايا رقم المحضر من شاشه الهلال اشتكيتها، راح عشان المعامله وعشان المدير، راح رد قال لي لو اشتكيتي ألف مره تاني احنا ما بيهمناش. وبعد ما عرف ان احنا اشتكينا، ده مين قال كده؟ المدير مستشفى الهلال قال لي لو اشتكيتي ألف مره احنا ولا يهمنا حد. اسمه ايه طيب؟ انا ما اعرفش اسمه ايه الصراحه، مرضيش ولا حد راضي يديني اسمه، حتى بتوع الامن. المعامله بالعجز عملونا معامله زي الزفت لما عرفوا ان احنا اشتكينا، ومشونا طرد الكلاب. ما شفتيش مشونا بالطريقه ازاي؟ ومعايا رقم المحضر على فكره. والظابط اترقف بينا في اسم الاسبكيه وعملها حاله استثنائيه، يعني اترقف، اترقف بالحاله وباللي سمعوا مني. قال لي يا ماما انا هوصلها لك لرئيس الجمهوريه، قال لي هوصلها لك بس عشان ابقى صريحه معاكي، ما حدش راح تاني اسم الاسبكيه ولا سالنا. هو كان طالب مني الظابط ان نروح تاني عنده، ما حدش راح يتلهينا بيها لان هي كانت تعبانه خالص، ما حدش راح، بس معايا رقم المحضر. لا خلاص كده تمام. احنا كل اللي طالبين الله يبارك لك ان هي تتعالج، لان هي بتموت والله ما بتنام خالص، ما بتنامش، ما بتنامش. اهدي جارتنا دي وشايفه تمنع الاكل طول عشان نموت. اقول لها ده اعمار، ده اعمار يا حد، بس الظروف اللي هي فيها يعني الله يعينها. طول انا مش هاكل ولا اشرب عشان اموت، عشان انا عايزه بس اتعالج، عايزه اخش الحمام. تمنع الاكل يعني، طالما تخش الحمام بس. معاها جوزها برضو بسبب السكر يعني عاملين له بدر في رجليه، وجوزها فتح بقالها كده ومش يقدرش حتى ان هو يجيب لها الانسولين، ما بيقدرش. احنا في ناس هنا اولاد يعني الناس الذكاء هنا هم اللي بيجيبوا لها العلاج الذكاء دي، لو لاش الناس دي كمان ما كانش حد جاب لها علاج خالص، كناش هنقدر نجيب لها علاج خالص. عندها اولاد؟ عندها ثلاث بنات وولد، اكبرهم واحد بنت في 19 سنه ودي 18 ودي 15 والواد عنده 20، لان هي عيني اتجوزت على كبر، هي ربتنا احنا ربت ايتام وبعد كده اتجوزت على كبر لما جوزتنا.